أنا الغدة الدرقية ومكاني في الرقبة، ولي علاقة بتربطني بأجهزة جسمي، فمثلا لو في يوم نشاطي زاد يكون رفعي، وساعتها بيحسدوني على رفعي، ما يعرفوش إن ده مسبب لي ضغط وأرق وتوتر وعصبية ملهاش مبرر، ومزاجي دايما ماهوش رايق. دقات قلبي بتكون سريعة، بتسابق دقات الدقايق، سريعة سرعة الهوى كأنه بيتسابق، وبحس برعشة في إيدي كأن الجو برد، على الرغم من إحساسي بالحر زايد، ودي خلاصة اللي بحسه لو في يوم نشاطي زايد. ولو حسيت بعرض من الأعراض دي أعرف إني بصرخ من الألم ومحتاجة أتعالج. طب يا غدة احكي لنا اللي حكيتيه ده، لو في يوم كنت نشطة، طب في حالة النقص؟ لا أنا مش هحكي، أنا هسيب للجسم يحكي. طب اتفضل، احنا سامعينك وحاسين بكل كلمة هتقولها. أنا اللي جوزي بيتريق عليا ويقول لي يا تخينة، ما يعرفش إن ده نقص هرموني ومش فجعة، ده كل اللي فيا إن الغدة مش مكفية. صحيح بقيت باردة وكسلانة وهمدانة، بس ده لأني في كل خطوة بحس بألم في مفصل أو في عضمة مخليني أتألم، وبحط البراد وانسى، أصل الذاكرة بعافية، ونفسيتي بقت في الأرض ومبقتش مستحملة كلمة ولا همسة. دقات قلبي بقت ساعة ماهيش دافية، والبرد واصل لأطرافي وإحساسي، وبتغطى في عز الحر وشد في نوم طويل ملوش آخر. دمتم في صحة وعافية، وما تحسوش اللي حسيته. قرب وتعالى هتلاقي الضحكة، جرب معانا صانعة البهجة، هتلاقي حكاوي وكلام وغناوي. مشاهدينا رجعنا لكم بعد الفاصل، ولسه مكملين معاكم حلقتنا النهارده. فقرتنا الثانيه فيها دكتور سلوى السيسي، حاصل على ماجستير بسولوجيا كلينيكيه ودبلوم في الكيمياء الحيويه، كمان في دبلوم في الميكروبيولوجي، وخبره اكثر من 10 سنوات في مجال التحاليل، وحاصل على العديد من الكورسات في مجال اداره الاعمال والتدريب، ومديره معمل دور التحاليل. صباح الفل يا دكتور. صباح الخير عليكم جميعا، نورانا النهارده. الله يخليك. عايزه اقول لك ان الفويس نوت بتاعك حاجه واو، يعني عن الغده جداً. انا حسيت بيها. طب اهم حاجه وصلت الاعراض. جدا. انا بقى عايزه اقول لحضرتك بقى في الحته دي، بما ان اول حاجه بداناها عن الغده، فعايزه اعرف ايه الاعراض اللي ممكن يحس بيها مريض الغده الدرقيه فيعرف ان هو عنده غده. مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير على جميع مشاهدين قناه الصحه والجمال. صباح الخير. الغده الدرقيه هي غده صغيره جدا موجوده في الرقبه. هي ببساطه مسؤوله عن عمليات الايض في الجسم، يعني مسؤوله عن عمليه التمثيل الغذائي، فبتخلي المصانع او المصنع اللي في الجسم يشتغل. انا بشبه العضو كمصنع مسؤول او بينتج حاجات معينه، فهي بتخلي المصنع ده يشتغل. فاذا زاد افرازاتها بالتالي المصنع ده هيزيد شغله، فهتاثر على جميع الاعضاء بالسلب. يعني في حاله فرط نشاط الغده او زياده الافرازات بيحصل الاتي: هيجي الافرازات او نشاط المخ هيزيد، فيبقى فيه ارق، هيبقى فيه توتر، هيبقى فيه ارهاق، هيبقى فيه ضغط. ده على مستوى المخ. لو على الجهاز الهضمي هيبقى فيه حركة الجهاز الهضمي هتزيد، هيبقى فيه دخول متكرر للحمام، وهيبقى فيه ضيارية أو بمعنى أصح أو بمعنى تاني إسهال. وهيبقى طبعا فيه أعراض تانية زي رعشة في الإيد، إحساسه بالحر زيادة لأن الحرق هيبقى أكتر. هيبقى فيه كمان فقدان للوزن، لأن برضو الجسم هيبقى فيه حرق أكتر والخلايا هتشتغل في عمليات الأيض أكتر. ده باختصار كده اللي هو فرط نشاط الغدة الدرقية. طيب تمام. طب انا اعرف ناس بيبقى عندها الغده وبتزيد في الوزن، مش بس مش بتنزل، لا بتزيد. ما انا اتكلمت عن فرط نشاط الغده الدرقيه. تمام. في بقى حالات تانية اللي هي الخمول، ودي الاكثر شيوعا وموجوده في النساء، او بتبقى موجوده في النساء اكتر. خمول الغده يعني العكس، يعني بيحصل نقص في الافرازات. وبالتالي اذا حصل النقص ده في منتهى البساطه كل اجهزه الجسم بتتاثر وبيقل نشاطها. فبيبدا بقى المخ، على مستوى المخ يبقى في ضعف في الذاكره، يبقى في نسيان، يبقى في الجهاز الهضمي حركته بتقل، وبالتالي لما حركه الجهاز الهضمي هتقل هيبقى في امساك او كونستيبيشن، وبالتالي برضه هتلاقي كل الجسم متاثر، في ارهاق، فيها مدان، في كسل،
في الست ما بقتش تقدر تعمل الاعمال المنزليه بتاعتها زي الاول، وهتلاقي بقى كل الجسم متأثر. وده بقى منتشر جدا. اه طبعا، لانه الغده الدرقيه منتشره بين النساء، وهي تعتبر مرض اكتر شيوعا من فرط نشاط الغده الدرقيه. طيب تمام. في كمان يا دكتور اللي هو تحليل صوره الدم الكامله. تمام. ده بيبين بقى، يعني انا عايزاكي تشرحي لي، هو في ناس بتقول ان هو بيبين الكلى وبيبين القلب وبيبين كمان الكبد، عايزه حضرتك تشرحي لي الموضوع ده. هو تحليل صوره الدم الكامله في مفهوم خاطئ عند بعض الناس انه بيبين كل حاجه في الجسم. اه، حتى بيجي المعمل عندنا في المكان يقول انا عايزه اعمل صوره دم كامله، فنفاجئ انه فاهم مصطلح صوره الدم الكامله ده انه فحص شامل. لا طبعا، صوره الدم الكامله ده بيبين ثلاث حاجات بس في الجسم. طب ده الكلام ده حلو جدا جدا. تمام. لان يعني خليني اقول ان انا من الناس اللي بسمعته برضو ان هو علشان تعرف جسمك كله في ايه روح بس اعمل تحليل دم. لا، صوره الدم الكامله ده بيبين الانيميا، بيبين عدد كرات الدم الحمراء، بيبين عدد كرات الدم البيضاء، وبيبين الصفائح الدمويه. تمام. هو ده بمنتهى البساطه، وطبعا الدكاتره بيستخدموه لتشخيص بعض الحالات الانيميا وتحديد نوعها. طيب الانيميا بقى ايه اعراض الانيميا؟ اعراض الانيميا، طب نعرف ايه هي الانيميا الاول؟ طيب تمام، وبعدين نتكلم في الاعراض، لان عشان اعرف معنى الانيميا هيساعدني جدا في ان انا اوضح الاعراض. الانيميا معناها نقص في الهيموجلوبين اللي موجود جوه كرات الدم الحمراء. طيب ايه المشكله لما تنقص الهيموجلوبين؟ لا، المشكله ان الهيموجلوبين ده هو اللي بيشيل الاكسجين اللي بيروح اللي بيوصله لكل خلايا الجسم. يعني الاكسجين او الهيموجلوبين ده هشبهه بالتوك توك اللي شايل الاكسجين عشان يوصل لكل خلايا الجسم. طيب اذا نقص الهيموجلوبين بالتالي هينقص الاكسجين. تمام. فلما ينقص الاكسجين خلايا الجسم كلها مش هتقدر تقوم بالوظيفه المعتاده بتاعتها. فيبدا يحس المريض باعراض عامه. هي مشكله الاعراض الانيميا ان هي بتتشابه مع امراض كتير. تمام. فيعني هيبدا يحس انه برضو ارهاق، دوار، دوخه. وده بتتجزأ لحاجات كتير، مش طبعًا. كل اللي عنده دوخه بيبقى انيميا. مظبوط. في حاجات كتير فبتتوهوا. ايوه، عشان كده بقول لك اعراضها بتتشابه مع اعراض كتير او امراض. تمام. كتير. طيب انا عايزه سؤال قبل ما حضرتك تكملي، بالنسبه للنقط البيضاء اللي دايما موجوده في الضوافر، تمام، بيقولوا ان دي انيميا. هي بتبقى اوقات مؤشر نقص الحديد. تمام. واوقات بتبقى مؤشر نقص الكالسيوم، بس هي عموما الانيميا ما اقدرش اجزمها بالاعراض، بس لازم اعمل التحليل. تمام. يعني كده كده التحليل مهم ان هو يتعمل. جدا جدا. ما اقدرش اشخص الانيميا بالاعراض بس. طيب، طب لما اعمل تحليل الانيميا بقى واقرا واشوف التحليل، ازاي اعرف ان هي عندي قبل ما اروح لدكتور؟ جميل جدا، حلو السؤال ده. طيب مبدئيا نسبه الانيميا او نسبه الهيموجلوبين بتختلف من طفل او مواليد او طفل او كبار. وبتختلف من ست لراجل. بمعنى ان في المواليد بتبقى نسبه الهيموجلوبين 18 فيما فوق، نسبة عالية جدا، رقم عالي جدا. في الأطفال بتبقى من 11 ل 13. بتبدأ بقى بتختلف من راجل لست. في الست بتبقى من 12 فيما فوق. في الراجل بتبقى 13 فيما فوق. النسبة أقل من كده بتعتبر في أنيميا. كل طبعا ما النسبة تقل كل ما الأنيميا معناها إن هي أشد وأكتر. ولازم طبعا التدخل والعلاج. طيب تمام. إيه بقى الفرق بين تحليل البول العادي وتحليل البول الشامل تقريبا؟ مزرعة البول. المزرعة البول. تمام. هو تحليل البول العادي ببساطه نعرف برضو ايه هو البول. تمام، عشان الفكره توصل للساده المشاهدين. حلو قوي ان حضرتك بتركزي كل مره قبل اللي هو انا مش ينفع ان انا اروح اقول للدكتور انا عندي انيميا، ما انا اصلا ما اعرفش ايه هي الانيميا. فاعرفها الاول عشان لما احس باعراضها اقول للدكتور انا عندي كذا. مظبوط جدا. لازم حلو الفكره او الفهم يوصل للناس بحيث ان هو يعني الفكره تبقى اسهل وابسط بالنسبه له. فالبول هو بمنتهى البساطه فضلات للجسم. تمام. واقدر اعرف اللي بيحصل للجسم من خلال الفضلات دي. يعني بمعنى صح، لو في باسكت زباله قدام بيت مثلا، انا اقدر اعرف الناس دي كانت ايه من الباسكت مثلا، او بياخدوا علاج او هذا كذا. فالبول كذلك بقدر اعرف منه ايه هو اللي بيحصل في الجسم من غير ما ادخل الجسم. ده بدرجه اللون؟ انا بتفاصيل كتير، مش اللون بس، ده في اللون والكميه والكثافه النوعيه والحموضه وحاجات او تفاصيل تانية كتير. طب خلاص حضرتك تكلمينا بقى في الموضوع بس احنا ده. هنتكلم عن ان البول مهم جدا في الاطمئنان على الكلى. تمام. بيبقى مهم جدا في تحديد في التهابات في المسالك البوليه او في عدوى بكتيريه. بيبقى مهم جدا انه في الحامل لو شاكك ان في زلال في البول. لانه بيبقى مؤشر على تسمم الحمل. بيبقى مهم جدا برضو في حاله لو في حد بيشتكي من الام في البطن او الظهر او الام عند التبول. الام في الظهر او البطن ده بيكون سببها برضو؟ ممكن بيبقى ضمن الاسباب، فبعرف ازاي التشخيص بان انا بعمل تحليل بول. طيب تمام. تمام. طيب الفرق بقى بين البول العادي ومزرعه البول. تمام. مزرعه البول في حاله ان انا فحصت بول عادي، تحليل البول عادي، وبدات اشوف فيه صديد
فببدا اعمل ايه؟ ببدا اعمل تحليل مزرعه البول بحيث ان انا احدد ايه هي نوع البكتيريا. ما هو وجود صديد معناها وجود بكتيريا. تمام. طب انا عايز اعرف البكتيريا دي ايه؟ فبعمل مزرعه الدم عشان احدد البكتيريا واحدد نوع المضاد الحيوي المناسب لعلاج هذه البكتيريا. طيب تمام، حلو قوي. سؤال كمان بقى الناس كتير بتساله وناس كتير مهتمه بيه، الست لما بتتجوز ممكن في ستات بتفضل فتره طويله قوي ما بتجيبش بيبي او ما بيحصلش حمل. ايه هو التحليل المناسب اللي هم يقدروا يعملوه او يتجهوا ليه من غير ما حد يقول لهم لا ده ما فيش كذا ويروحوا الدكتور واثنين وثلاثه؟ تمام. ايه التحليل اللي هيسعفهم في الوقت ده؟ طيب نحدد الفتره عشان تمام. في ناس بتستعجل على ان هم يحكموا انه في تاخر في الحمل. تمام. فالفتره دي احنا خلينا نقول ان هي بتبقى سنه. تمام. عشان اقول ان الشخص ده او الست دي عندها تاخر في الحمل. السنه اللي هو سنه متاح ان هو لا انت انسانه طبيعيه ممكن تحملي بعد سنه عادي. لو سنه اكبر من 35 ست شهور. تمام. دي كده احنا حددنا الفتره. طيب عشان يحصل حمل انا محتاج اربع حاجات. طب انا في نقطه تانية قبل ما حضرتك تكملي، لو سنها اكبر من 35 تبقى المده 6 شهور مش سنه. تمام. تمام. طب دلوقتي احنا مثلا عشان يحصل حمل قلت لازم اربع حاجات. حيوانات منويه، تبويض كويس، انابيب سليمه للالتقاء، ورحم سليم لانغراس البويضه الملقحه. تمام. بالنسبه للانابيب وبالنسبه للرحم دي مش شغلانه التحاليل، بس انا بوضحها عشان برضو الساده المشاهدين يبقى واصل لهم الفكره. تمام. دي الدكتور النساء او طبيب النساء بيقدر يشخصها عن طريق الاشعه بالصبغه واشعه بالسونار وحاجات ثانيه. بيقدر يقول دلوقتي ان هي ده تمام او في يقدر مشكله، يقدر يحدد في مشكله فيها او لا. تمام. طب احنا اللي يخصنا كتحاليل هي حاجتين. اللي هو الحيوانات المنويه بالنسبه للزوج بيعمل تحليل السائل المنوي. بيهمنا فيه العدد والحركه والشكل. العدد ان يكون اكتر من 15 مليون، الحركه ان يبقى اكتر من 40% في الساعه الاولى. الشكل انه اكتر من 4% طبيعي الشكل. ده بالنسبه للايه؟ للسائل المنوي. طب تمام. التبويض انا بقدر احكم عليه من خلال بعض الهرمونات. تمام. زي مثلا الاف اس اتش، ال ال اتش، البرولاكتين او اللي هو هرمون اللبن، والتي اس اتش والايه والاستروجين. تمام. الهرمونات دي بتدل هل التبويض ماشي في مساره الصحيح وهل هو جيد او لا. بس هي دي تحاليل او باختصار دي التحاليل المطلوبه. هستاذن حضرتك تقوليها تاني. طيب هنقول الاف اس اتش، اف اس اتش، تي اس اتش، البرولاكتين والاستروجين. طيب تمام. ده ان الست لو هي اقل من 35 سنه بتعملها علشان تتاكد هو عدم حدوث الحمل من الاقل إيه؟ من 35 واكبر من 35. والاكبر من 35 لو عدى 6 شهور وهو لسه ما حصلش حمل برده بتعمل التحاليل دي، بالاضافه للحاجات اللي قلت لك طبيب النساء بيبقى مسؤول عنها بشكل كبير يعني. طيب تمام. في حاجه بقى مهمه يا دكتور. اتفضل. لما بناخد حقنه لو خرج دم هل ده بيكون في حاجه صحيه ولا حاجه بعد كده هتضرنا ولا هي حاجه عاديه اصلا طبيعي ان هي تحصل؟ لا هو مفيش اي خطر، واحنا بنحاول نقول للبيشنت انه يضغط بالقطنه بحيث انه ما يطلعش دم، بس لو طلع دم كل موضوع ان هيحصل زرقان بسيط وهيروح بعد اسبوع. بس الناس بتتخض، يا ده انا ايدي زرقت، يجي لنا المعمل ده انا ايدي زرقت. ما انا عايز اعرف يعني برضو ايه سبب الورم واللون الازرق اللي بيحصل. هو كل ده الموضوع ان نقطه الدم طلعت فتسربت تحت الجلد، فلما تسربت تحت الجلد اتعرضت بقى لعوامل تجلط والحاجات دي وزرق. بس دي الفكره، لكن ما فيهاش اي خطر خالص وحاجه ما تقلقش نهائيا. طيب بما ان حضرتك بقى متخصصه عن التحليل، انا عارفه ان انا عماله اديك اسئله بس عايزه اقول لك ان انا اصلا مستنيه اشوف حد متخصص في الموضوع علشان اساله. عايزه بقى حضرتك تقول لنا ايه هي التحاليل اللي المفروض احنا نعملها اول باول ما نستناش؟ يعني تقصدي التحاليل اللي باستمرار اللي المفروض اللي هي بصفه دوريه بتحصل على طول ولازم كل فتره نكون بنعملها عشان نطمن على نفسنا؟ هرجع هجاوب على حاجه ثانيه. ايه اهميه اصلا ان انا اعمل تحليل دوري؟ دي عشان لازم ايه توصل للناس. طبعا مهم جدا جدا جدا، مش تحاليل بس، لا فحوصات كل ست شهور. تمام. المفروض انا اعمل تحاليل دوريه بحيث ان انا اطمن على وظائف الجسم كلها. ليه بقى؟ طيب ليه؟ اولا الوقايه خير من العلاج، ده مبدا يمكن بيتكرر كتير اللفظ او المصطلح ده، بس طبعا حاجه مهمه جدا 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 جدا. الحاجه الثانيه ان اكتشاف المرض في اوله بيكون سهل جدا علاجه. طبعا ده رقم اتنين. رقم تلاتة بقى انه الحد ان المرض ده ممكن يبقى ليه مضاعفات، فانا لما اكتشفه بدري كده انا بحد من مضاعفاته بدري بدري. الحاجة الاخيرة بقى اللي احنا عايزين نقولها ان التحاليل الدورية دي المفروض تتعمل للناس اللي هم خصوصا بعد سن الـ40. تمام. والناس اللي عندها امراض مزمنة علشان نسبة الامراض بتكون موجودة اكتر. مظبوط. صح؟ تمام. تمام. طيب ايه هي التحليل بقى الدورية؟ انا محتاجة ان انا اعمل مثلا وظائف كبد.
محتاجه اعمل وظايف كلى كده هنطمن انت على الكبد والكلى، محتاجه اعمل صوره دم كامله اللي احنا قلنا عليها اللي هي الانيميا، محتاجه اعمل برضو الفيروسات او دلالات الفيروسات، محتاجه اعمل صهور الدهون كامله اللي هي بتديني مؤشر على وجود الكوليسترول والدهون الثلاثيه في الدم، ومحتاجه كمان اعمل سكر، نقرس، تحليل بول، تحليل براز، الحاجات دي كلها بتدي فكره عن الجسم ماشي ازاي. السؤال بقى انا ما كنتش مرتبه له بس حلو قوي، ازاي اعرف مريض النقرس؟ يعني اعرفه ازاي؟ دايما بيقولوا ان هو، انا كنت سمعت دكتور بيتكلم ان هو بيكون في ورم في الصبع الاكبر من الرجل. مظبوط تمام. دكتور تاني اختلف في الحته وقال لا ده هو ممكن يكون ممكن يكون املاح. تمام، ما هو النقرس هو اصلا املاح في الدم. تمام؟ النقرس ده ببساطه هي بتبقى الاملاح اليوريك اسيد بتبقى كريستالز بتترسب في المفاصل فبتشكشك او بتعمل الم وبتغز في المفاصل فبتسبب الم في الصباع الكبير او في الرجل او في كعب الرجل. تمام. طيب دي بالنسبه للاعراض او نبذه بسيطه عن الاعراض. اتاكد او اجزم الاعراض دي ازاي؟ ان في نقرس، ان انا اعمل تحليل دم. تمام. طبعا النقرس بالتحليل بيبدا ياخد علاجات عشان تداوم الاملاح دي. طيب زي ما حضرتك قلتي هنعمل تحاليل كل قد ايه؟ كل 6 شهور. ده للشخص اللي هو فوق ال 40؟ يعني طبعا يفضل للشباب ان هم يعملوا التحاليل دي بس مش بشكل مبالغ فيه او مش يعني هنفترض ان هو في رينج من كام لكام في الوقت؟ لا احنا بنتكلم ان كل 6 شهور ده افضل حاجه. تمام. ده الكل فوق ال 40 تحت ال 40 ده لاي حد؟ دي حاجه الافضل بعد ال 40. طيب تمام. الشباب بقى لو في شكوى لو في اي حاجه معينه ممكن يستعين بان هو يعمل فحوصات طبيه وتحاليل دوريه. طيب تمام بقى، ايه هي التحاليل اللي احنا محتاجينها لاطفالنا علشان نخلي بالنا بقى؟ يعني زي ما حضرتك قلتي حته الانيميا نخلي بالنا قبل ما تكون موجوده او تتكاثر عندهم، نخلي بالنا نعمل ايه؟ ايه التحاليل اللي المفروض احنا نعملها علشان ما نشوفش الاعراض دي جايه له؟ طيب احنا اتكلمنا عن التحاليل الدوريه للكبار. فالاطفال كذلك بيبقى ليهم تحاليل او فحص، ايه يعني فحص مناسب لسنهم. اول حاجه طبعا في الاطفال مهمه جدا هي صوره الدم الكامله. اللي هي بتحدد قلنا تاني الانيميا وبتساعد الدكتور في تشخيص نوعها، لان في بعض الناس بيبقى متخيل ان الانيميا نقص حديد وبس، لا ده في انواع كتير لا برضه لا يسع عن المجال ذكرها. تمام. بس الانيميا مهمه جدا جدا في الاطفال تحديدها لان هي بتسبب مشاكل في التحصيل الدراسي والتركيز وفقدان الشهيه، يعني اوقات الطفل ما بياكلش. طب يعني اطمني اعمل تحليل انيميا. يعني ممكن عدم اكل الطفل ده يكون انيميا؟ طبعا. ده سبب رئيسي جدا لفقدان الشهيه لدى الاطفال يعني. تمام. فده بالنسبه لاول تحليل في الاطفال مهم. الحاجه الثانيه تحليل صوره الدم الكامل. صوره الدم الكامل ده اول تحليل للاطفال بيبين الانيميا وبيساعد الدكتور على تحديد نوعها، وكمان حاجات اللي هي عدد كرات الدم الحمراء وعدد كرات الدم البيضاء والصفائح الدمويه. طيب تمام. الحاجه الثانيه هو تحليل البول. تحليل البول برده مهمه جدا عشان نشوف فيه املاح في الطفل واطمن على الصحه العامه بتاعته. تمام. الحاجه الثالثه اللي هي تحليل البراز، وده برضه عشان نشوف في ديدان في الطفل مسببه حدوث الانيميا او مسببه ضعفه او مسببه اي حاجه او مشاكل. ودي اغلب المستشفيات مليانه بالموضوع ده ان هو في ديدان عند الاطفال. مظبوط جدا. طب دي ممكن يكون سببها ايه يا دكتور؟ هي ديدان طبعا بتيجي من حاجات كتير جدا، بس على سبيل المثال بتيجي من الاكل الملوث مثلا. بتيجي من الخضره لو ما اتغسلتش كويس. يعني تفاصيل كتير في موضوع الديدان ده. وده اصلا سن الاطفال ده هو السن اللي موجود فيه كل الحاجات دي. هما باكلوا من بره. ايوه مظبوط. وبيقعدوا بعض اخوات قاعدين في بيت واحد ياكلوا مكان بعض. فبيبقى فيه فرصه لحدوث يعني الديدان. احنا كده معانا التحليل الدوريه للاطفال، تحليل صوره الدم الكامله. مظبوط. وتحليل بول وتحليل بروز. مظبوط. لسه في حاجه كمان؟ لو بقى في شكوى من هشاشه العظام ببدا اوجه برضو الاب او الام ان هم يعملوا تحاليل هشاشه العظام. لو في شكوى من اللوز بوجهه برضو ان هو يعمل تحليل لوز. بس ابرز التحاليل اللي بتتعمل لاغلب الاطفال هي التحاليل هي صوره الدم الكامله، البروز والبول. طيب تمام. طيب انا بقى لو حد كويس وحاسس ان هو ما فيهوش حاجه ولكن سمع حلقه حضرتك النهارده فقال طب انا فيها هروح اعمل تحليل، طيب اروح اقول للدكتور انا عايز اعمل ايه؟ تمام. طب خلينا برضو اوسع السؤال شويه. طيب هو لو حد جاي لي بشكوى انا بساعده في تحديد نوع التحليل.
حلو. بحيث مثلا واحد جاي بيشتكي من دخول الحمام متكرر، بيقوم من النوم بالليل عشان يدخل الحمام، بيعطش كتير، فانا بوجهه انه يحلل تحاليل السكر وما يخصه. دي معلومه حلوه جدا، ان الناس بتكون فاكره ان هي لما تروح المعمل بتكون روحها على اساس ان الدكتور قايل لها روحي معمل كذا وحللي كذا. مظبوط. لا خالص، احنا ممكن ندخل المعمل نسال الدكتور الموجود او المختصه، انا بشتكي من كذا كذا، فممكن اعمل تحليل ايه علشان اطمن على نفسي. تمام. طيب حضرتك بقى بتساعديه في الاجابه ان هو تقولي له طب ممكن تعمل كذا؟ ولا هو بيلجا بقى لدكتور بره تاني؟ لا لا، في ناس بييجوا يحللوا وبيفاجئوا بان توقعاتنا تبقى صح، يعني انه يا هو كان تعبان بقاله فتره طويله وبيشتكي من كذا وكذا وكذا، وانه بعد ما حل التحليل فوجئ ان هو ده اللي مسبب له المشاكل دي. ده على سبيل المثال سكر بقى، مثلا حد عنده مريض قلب، فالمريض القلب ده بدا داخل المعمل، فانا بقول له طب ما تعمل صوره دهون وهكذا بقى، ده لو في شكوى. طيب تمام. دكتور بقى انا عارفه ان حضرتك بتعملي خدمه حلوه جدا مسمعه عندك في الشرقيه وخصوصا مدينه ديار بنجم، فعايزه حضرتك بقى تكلمينا عن الخدمه. انا لما كنت قاعده معاكي قلتي لي انا عايزاها على مستوى الجمهوريه، فعايزاكي بقى تقوليها لنا كده علشان تبقى على مستوى الجمهوريه. طيب الاطباء ياخدوا بالهم منها. هي الخدمه اسمها دليلك لطبيب. بمنتهى البساطه احنا لقينا ناس كتير بتبقى محتاره تروح لتخصص مين، يعني هو عارف هو بيشتكي من، حاسس بالم معينه في حاجات معينه، بس مش عارف يروح تخصص بطنه ولا قلب ولا عظام، هو مش قادر يحدد التخصص. فاحنا وفرنا خدمه ان احنا بنرشح التخصص المناسب. هو بيدينا شكواه، وبناء على شكواه ده ببدا اوجهه انا واقول له طب روح للتخصص ده او روح لكذا كذا. ده اول بوينت. طب هو عارف التخصص بس مش عارف مين الدكتور المناسب للتخصص ده. يعني بمعنى تاني الـ انا عارف ان انا المفروض اروح لبطنه بس ما اعرفش مين كويس بطنه، صح؟ فانا ببدا ارشح له الطبيب المناسب. صح تمام. طيب في كويس. حد عارف التخصص وعارف الدكتور بس ما عندوش اي خلفيه عن الداتا. طيب تمام. فانا بوفر له الداتا كلها من رقم تليفون، عنوان، مواعيد، فدي طبعا بتسهل على المريض جدا يعني. صح، دي حقيقة. دي بمنتهى البساطه الخدمه. احنا عاملين على نطاق المركز بس ان شاء الله نحاول نوسعها. طيب يا دكتور احنا كان لسه في اسئله كتير قوي، بس انا عايزه حضرتك سريعا كده تقولي لي علشان خاطر الوقت بتاعنا تقريبا خلاص بنفنش. عروض المعمل، عروض المعمل اللي بتقدروا تقدموه حاليا اللي احنا مقدمينه خصم 50% على جميع التحاليل بس كل سبت، لان تمام. الخصم تقيل شويه، او احنا بنعمله يعني كدعم للناس ولمده شهر، ده العرض الاولاني اللي احنا بنقدمه. الحاجه الثانيه اللي احنا بنقدمها اللي هو خصم 50% برضه على الفحص الشامل للكبار والاطفال اللي احنا قلناهم في الحلقه. طيب تمام. دكتور شرفتينا النهارده، ولسه كده كده في اسئله كتير قوي، انا كنت عماله اخد من حضرتك على قد ما اقدر اجابات، ولكن ان شاء الله الحديث بقيه وان شاء الله هتشرفينا تاني. إن شاء الله. انا مبسوطه بوجودك النهارده. انا اكتر بجد. انا مبسوطه كتير جدا. صباح الفل. صباح الفل عليكم. مشاهدينا هنطلع لفاصل صغير، هنشوف الشيف بقى عمل لنا ايه. انا شم حاجات كتير كده، فانا عايزه اروح اشوف وادوق. خلونا نطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل بقيه حلقتنا. قرب وتعالى هتلاقي الضحكة، جرب معها صار. قرب وتعالى هتلاقي الضحكة، جرب معها صانعة البهجة. مشاهدينا رجعنا لكم بعد الفاصل، وشفنا بقى الشيف احمد عمل لنا ايه. عايزك تقول لي دي طحينة. دي طحينة. ودي سلطة. دي سلطة عادية ترانشات، ودي سلطة طحينة تاكل مع كفتة، ودي مع الشيش. طيب وده الشيش ودي الكفتة ان شاء الله. والحلويات بقى احنا اتفاجئنا بيها. دي حاجة حاجه شكلها تحفه. طيب شيف احمد، احنا اخر حاجه عندنا في الحلقه الفقره بتكون اخر 10 دقائق، هو الحمد لله الوقت ما اسعفناش في اخر 5 دقائق، اسمها فضفضه مع هاله. في بقى مسجين دلوقتي لحضرتك من ريهام محمد من الشرقيه، بتقول لك صباح الفل يا شيف، يا ريت رقم تليفونك، وعاوزه اعرف لو بتعمل اكل عقيقه ولا مكتفي بالمناسبات التانية بس،
وتقول لي كمان طريقه عمل المحشي. آه خلينا اجاوب بس، رقم تليفون الشيف موجود على الشاشه كان موجود طول الحلقه. آه حته اللي هو بتعمل عقيقه ده تمام معاكم؟ اي مناسبات، حفلات، عقيقه، فرح، مؤتمرات، اي حاجه بتنطلب مننا بنعملها ان شاء الله. طيب هو رقم الشيف دلوقتي موجود حاليا على الشاشه، طب قول لي بقى طريقه عمل المحشي. المحشي بيتي ولا محشي شغلنا؟ محشي شغلكم، احنا بنحب المحشي اللي بره. مش مشكله. المحشي طريقه المحشي التقليه بتاعتكم العاديه، بصل، قرن فلفل، تمام. الصلصه بتاعتنا هتنزل فيها تستوي تسبك كويس خالص. الرز طبعا يكون مغسول قبلها بشويه ينشف، ينحط عليه الصلصه بتاعته، والورق يكون جاهز، والحله اللي هنعمل فيها المحشي تكون الارضيه بتاعتها ان شاء الله طرنشات طماطم زي دي كده مع سنه خضره محشي. وانت بتحشي المحشي يكون سطر رايح والسطر جاي، يعني ما يكونش كله زي بعضيه. طيب تمام. طيب على كده ان شاء الله، والقعد بتاعه على حسب الرز اللي موجود، في رز بحب ميه زياده، في رز ما بحبش ميه زياده. طيب تمام شيف، انت نورتنا النهارده، انا مبسوطه جدا بيك وبالاكل اللي عملته، وعماله ابص له كده عايزه الحلقه تخلص عشان علشان ناكل. ناكل يعني مفيش مشكله. شرفتنا النهارده، واتمنى اللقاء يتجدد تاني، ومش دايما بس اي شيف بيكون موجود على الشاشه في اي قناه تانيه هو اللي بيكون متخصص، لا يعني ريحه الاكل باينه وشكله كمان باين على الشاشه. نورتنا النهارده المره الثانيه، وان شاء الله اللقاء يتجدد تاني ان شاء الله بامر الله. كل سنه وحضراتكم بالف خير، وان شاء الله نتقابل على حلقه جديده ببرنامجكم 60 دقيقه مع هاله عبد الشافي كل يوم خميس من 8 ل 9. قرب وتعالى هتلاقي الضحكة، جرب مع هالة صانعة البهجة، هتلاقي حكاوي وكلام وغناوي، جرب لو ناوي هما يومين فكة، الضحك الغالي الغالي والبسمة الحلوة، حكمة وقالهالي قالهالي واحد على القهوة، حكاية مزيكا وغنى وانتيكا، لو من امريكا حقود عالسكة، قرب وتعالى هتلاقي الضحكة، جرب مع هالة صانعة البهجة، هتلاقي حكاوي وكلام وغناوي، جرب لو ناوي هما يومين فكة، الضحك الغالي الغالي والبسمة الحلوة، حكمة وقالهالي قالهالي واحد على القهوة، حكاية مزيكا وغنى وقالهالي.